بإذن الله في بداية الطواف لاستكمال باقي المناسك لعمرة عن المرحوم الأستاذ سلام بطل رحمه الله وأسكنه في حي الناس. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عن مزره وأسامة خلاه واغسله بالماء والثلج والغرق ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقصه بالأبيض من الرأس. اللهم جازيه بالحسنات والسلام والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان مقصرا فزد في حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن أساءته. اللهم تقبل منه قليلا وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء والأرض وباب رحمتك وباب جنتك أجمعين. رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك أرزقه في الدنيا وسعتها، نحبه وأحباه فيها إلى ضلة القبر وهو لاقيه. اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أيمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه ولهم حسن جوابه وطيب صلاه وأكرم مثواه وجعل الجنة مستقره ومأواه. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ظل تقتضى بعرشك، يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتب اسمه على أبواب الجنة الثمانية. اللهم أعطه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم أعطه الجنة بلا حساب ولا سابقة لها. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.